الخالق، هل تعرف عنا شيء؟ أحسنت أحسنت، هذه صفاته. أحسنت. بعد، من يعرف عن الله؟ نحن ولله المثل الأعلى. لو طرحنا هذا السؤال على الناس، قلنا لأهل الرياضة ماذا تعرفون عن اللواعيب؟ شو يقولون؟ كل واحد يسرد لك اللواعيب وأبرزهم وأثمانهم وتخصصهم ومهاراتهم. ولو سألت آخرين أيضا في أي تخصص ماذا تعرفون عنهم؟ يعرفون كل شيء. نحن مع الأسف في زماننا هذا لا نعرف عن الله إلا القليل، ولا نتعرف على هذا الخالق إلا القليل، مع أن في الحقيقة نحن الفقراء إلى الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لابد لنا أيها الحبة، لو أفنينا أعمارنا كلها في سبيل أن نتعرف على هذا الخالق، والله ما ضاع عمرك، لكن خسران تلو الخسران الذي يفني عمره في معرفة أشياء لا تضره ولا تنفعه. ندخل في المقدمة شيخ. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دين الله سبحانه وتعالى ظاهر، شاء من شاء وأبى من أبى، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله سبحانه وتعالى الدين ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ممتد إلى آخر لحظة من حياة الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت، نحن البشر نموت ونحيا، نموت ونحيا، إلا الخالق العظيم جل وعلا حياة سرمدية أبدية. فإذا هو الذي يظهر هذا الدين، والناس تتفاوت من قرن إلى قرن. القرون الأولى، القرن الأول كان الدين ظاهر: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حدث: إن فتحنا لك فتحا مبينا. حدث وأصبح الدين يتفاوت بين الناس في القرون. أحيانا تجد الناس تصل إلى أعلى عليين بإيمانهم، وأحيانا بعض القرون ينزل إيمانهم وينزلون حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليلا. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراره وتوحيده. إذن أعظم شهادة في الأرض هو شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا تصرف العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، لا لبشر ولا لجان ولا لأي خلق من خلق الله، إنما تصرف لله سبحانه وتعالى. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، والاجتناب عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجينا إنسان ويختلق عبادة معينة يقول أنا أفعلها تقرب إلى الله. نعرض هذه العبادة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت موافقة للكتاب والسنة على الرأس والعين، وإن كانت مخالفة فتنبذ، لأن دين الله ليس فيه محاباة. يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم إيش؟ مسؤولون. لهذا يقول أحد الشعراء: يوم القيامة لو علمت بهوله لفرت من أهل ومن أوطاني. إذن شهادة أن لا إله إلا الله احرص على تطبيقها ومعرفة معانيها، شهادة أن محمد رسول الله اعرف ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تسلك سنته. وقلنا في البداية ونقول في النهاية أن تسأل عن الله في قبرك، وتسأل عن رسول الله
في قبرك وتسأل عن دينك في قبرك. فالله الله في هذا الدين. انصر الدين بقولك وفعلك وغار على دين الله، لأن في الآخرة أيها الأحبة ليست هناك كرامة لأي إنسان كائنا من كان إلا من كان ناصرا لدين الله رافعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن في الآخرة ما في دنانير ترى، ولا في دولارات، ولا في ذهب، ولا في فضة، إنما في حسنات. إما ترفع لنصرتك لهذا الدين أعلى عليين، أو والعياذ بالله بعض الناس من ينزله الله سبحانه أسفل سافلين لأن خذل الدين. نحن في هذا الزمن كمسلمين مأمورون شرعا أن نحافظ على دين الله وعلى التوحيد، وأن نعمر المساجد، وأن يوصي بعضنا بعضا على الخير، وأن نحث أبناءنا وبناتنا وأزواجنا على طاعة الله والصبر عليها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنا راض. لأن يعني ما يحدث في القبور، وكلنا مقبلون على هذا الدرب، لابد، لا يغرك شبابك ولا تغرك صحتك ولا يغرك مالك ولا يغرك شيء. أنت سوف كما قال سبحانه وتعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فبالتالي أيها الأحبة الكرام، يعني خلاصة هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، نركز على موضوع واحد وهو نهتم بالعقيدة، اهتم بإيمانك، اهتم بإسلامك، اهتم بتوحيدك، تعرف على خالقك. الناس في هذا الزمن ثورة إعلامية، كل شيء يعرفون الناس في تويتر، إنستغرام، صح ولا لا؟ كل شيء كبير وصغير، لا أطرح أي موضوع أنا أتكلموا فيه إلا في قضية الدين. بعض الناس سبحان الله لا يعرف شيئا عن الدين، لا يعرف عن القرآن إلا اسمه، ولا يعرف عن الصلاة إلا اسمها، لكن لا يركع مع الراكعين، ولا يسجد مع الساجدين، ولا هو ينتمي إلى الموحدين. فبالتالي يعني أوصي نفسي وإياكم أن نهتم بالعقيدة، نهتم بعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله لهذا الخير المبارك، وإن شاء الله اللقاء يتجدد معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس هذا الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.